مبارك وكل عام وأنتم بخير. اليوم نحن في جلسة فنية إبداعية يتقدمها أستاذ ماجد توفيق، هذا المبدع الذي في محافظة تعز. تعز اليوم دائما تقول للكل عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وقناة عدن الفضائية تقول بكل صوت واضح العيد عيد العافية، العيد بهجة وفرحة، العيد هو الحياة للجميع. فاليوم نفرح ونمرح في هذا البيت، بنستمع إلى ماجد، ولكن نوجه التحية أستاذ محمد عبد الملك عازف العود مايسترو البرنامج والأساس فيه، والأستاذ محمود الشميري فرقة دي جي النبراس متعهد حفلات والأعراس الرائع للصوتيات، والذي نفخر بأن يكون هذا الصوت الجميل الذي سيستمتع فيه جميع أبناء محافظة الجمهورية بصوت صوتيات محمود الشميري. أيضا الأستاذ محمد صبري الجميل الرائع المايسترو الأورن الذي يترنم عليه جميع مبدعينا في هذه الجلسات الصوتية الجميلة العيدية، وأيضا عبد الرحمن منصور مصور البرنامج ومدير مكتب توداي أدي. إيش يا أستاذ اسمه؟ إيديا. إيديا توداي إيديا، هذا مع طاقمه المتميز الذين أبدعوا، وكان إخراج هذا البرنامج الجلسة بشكلها المتكامل من هؤلاء المبدعين الشباب. أيضا لا ننسى المنسقة الرائعة الأستاذة إشراق الورافي. اليوم معنا ماجد، سنسمع من هو ماجد. عيدك مبارك، كل عام بخير. عليك إن شاء الله. كيف العيد معكم؟ العيد حلو. تعز تعز أنت فرح. الحمد لله. تعز أنت. يعني أنتوا كده سووها. نعم. أنت من فين بالتحديد يا ماجد؟ أنا من الحجرية. من الحجرية. أول مرة صراحة أسمع عن اسم ماجد توفيق، والمشاهدين اليوم يسمعوا عن ماجد. من هو ماجد؟ إيش شغلك؟ إيش عملك؟ إيش صوتك بنسمعه بعدين؟ قبل اسمح لي بس عرف ماجد. من دقيقة بس. طبعاً أولاً أشكر قناة عدن على هذه الاستضافة، وأشكر الأستاذة المتألقة أستاذة عام طاقم قناة عدن بشكل عام، رائعين وإلهم التحية في من تعز، نقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. والإخوة وراء الكواليس طبعا أحب أهنيكم، أهني الشعب اليمني بشكل عام بمناسبة قدوم عيد الفطر. جميل. أيضا أهني أمي وأبي وأخواني، وأهني أيضا زوجتي أم شهد. مرحبا ومشاهد. وأيضا أحب أهني وأشكر صراحة أستاذي الأستاذ محمد عبد الملك أنعم. أيوة رائع جدا. إيش بتسمعنا؟ نحن نطرب، مش أي حاجة غير نحن نطرب ونرتاح اليوم. بعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، بس ليش تفرح؟ إيش بتسمعنا إحنا؟ بناخذ أغنية القلب في حيرة. الفنان أحمد يوسف الزبيدي. أحمد يوسف الزبيدي، بنسمعها بصوت ماجد اليوم صح؟ يلا نسمعها اليوم ونقول لكم عيدكم مبارك ونسمع ماجد. يا أسمر اللون على شامك شفت فيه وعيونك السود، يا أسمر نسدني حليب أمي، إن كان ريدك عسل يسور، إن كان واخذت بالحلال، واخذت بالحلال يا سمر، ويبقى أبوه عمي.
حيرة ما بين حبك دين واعطيني من قلبي واعطيني من العين قلبي في حيرة ما بين حبك دين واعطيني من قلبي واعطيني من العين يسمر أنا أهوى في جوّي الأبيض بتروح مني تاني قلت للأبيض يبيض أنا أحبك في جوّي الأسمر خليتني يا زين قلت للأسمر يسمر أنا أهوى في جوّي الأبيض بتروح مني تاني قلت للأبيض يبيض أنا أحبك في جوّي الأسمر خليتني يا زين القلب في حيرة ما بين حبك ليه واعطيني من قلبي واعطيني من العين القلب في حيرة ما بين حبك ليه واعطيني من قلبي واعطيني من العين العطل من إيطار كل السبب قلبي اللي عشق الاثنين يا ناس أنا محتار العطل من إيطار كل السبب قلبي اللي عشق الاثنين القلب في حيرة ما بين حبك منين واعطيني من قلبي واعطيني من العين القلب في حيرة ما بين حبك منين واعطيني من قلبي واعطيني من العين القلب لك وحدة بسكنك بالعين قلبي معك يصبر يا حالي المنظر القلب لك وحدة بسكنك بالعين القلب في حيرة ما بين حبك منين واعطيني من قلبي واعطيني من العين القلب في حيرة ما بين حبك منين واعطيني من قلبي واعطيني من العين القلب في حيرة ألف تحية أستاذ ماجد توفيق، صوت جميل، أداء رائع، كلمات رائعة دائما نترنم فيها. أستاذ محمد معنا محمد صبري وعبد الملك ورائعين، كأنهم خلقوا ليكونوا معكم في نغم واحد. أطربتنا مع الزبيدي بهذه الكلمات الجميلة. مشكورين. عيدك مبارك، كل عام بخير. الحقيرية. الحقيرية بإيش تتميز من عادة وتقاليد جديدة؟ الكعك. الكعك. والكيك. أيوه. والعصائر. تجد أن أمك تجهز لي الأسبوع قبل العيد بأسبوع. أسبوع. إيش تقول له؟ يا توفقي. راح أجيب كل شيء، راح أجيب السمن، راح أجيب الدقيق، راح أجيب. خلاص حفظت أنت بعد الترسان. ما شاء الله، انتم
منكم اخوان يعني؟ أربعة كلكم فنانين أو بس؟ لا واحد بس. أنت اللي طلعت واحد فنان من العائلة كامل. قالوا لي إنك معك ما اسمها فرقة، إيش الفرقة؟ عندي فرقة عرس اسمها فرقة ألوان ميوزك. رائع يعني عرس. لما كنت دائما معنا برنامج نجي معك نسجل بيت مك يعني. من عرس تنتين تمر وأمر. يلا كي سمعنا حبة ثاني عجبت نحن الأولى. بسمعكم محلى جمال التعز من كلمات الأستاذ عبد الهاد الأثوري. أنت قلت سمعنا محلى جمالك يا تعز. لمن؟ من كلمات الأستاذ عبد الهاد الأثوري. الحال الأستاذ محمد عبد الملك أنعم. إذا نسمع محلى جمالك يا تعز. تعز دائما في قلوبنا نسمع. واحد. ناجد يلا سمعنا محلى جمالك يا تعز. اتمنى وسمعنا صوتك الجميل مع الموضوع الجميل. Thank you.
عايزه هون النهار من بسمتك ينشاف وحبيب تعز يا حياتي كامل الاوصاف تلاقي تاجك على فوق الاشراف والعين عز الحضاره بالندى الاسواق وازاي زهو النقاء من بسمتك ينشاف وحبيب تعز يا حياتي كامل الاوصاف. واللي قلنا انك بتجيب لنا كعكلي بتجيب لنا يعني بالعيد ها فلا بس اللي يبقى قدامنا كله نشتي كيك كيك ننسى تشرفونا باي وقت. طيب قل لي كمان ايش اللي تشوفه بتعز بشكل عام، ايش اللي تشوفه ساعد في العيد؟ هي طبعا الاعراس صح؟ نعم الاعراس تكتب تعز فيها كل شيء حلو، كل حاجه بتعز فيها والاطفال والالعاب. التعز تمر في مرحلة صعبة، ولكن نحن من هذا المكان نوجه تحية لأبناء تعز، نوجه تحية لأبناء عدن الذين صامدون في وجه الريح التي هبت عليهم وما زالوا صامدون. إذا اليمن كلها بشكل عام صمدت. إحنا مشتيش نتكلم كثير، أنا شتي أسمع عشان نطرب يا أستاذ ماجد من صوتك، إيش تسمعني الأغنية الثالثة؟ انتي مريم بسمعكم اغنيه طبعا للاستاذ عبد العزيز المقالح، هذه الاغنيه الحب والفقر لكن اشتهرت باسم ان يحرمونا احمد فتحي، طبعا لحنها وغناها الاستاذ احمد فتحي. وجه له التحيه من هنا من قناه عدن. والله عيدك مبارك وكل عام وانت بخير. بخير. ونقول لكل يمننا الجميل عيدكم مبارك، ونستمع ماجد ماذا سيسمعنا محلى ان يحرمونا صح؟ يحرمونا لأنه ما زلت مع أحلى تيك مع أحلى كي أتعز. نستمع الآن، تفضل معك الملك عبد العزيز المقالح، اسمها الحب والفقر لكن الحب والفقر لكن اشتهرت بإن يحرمونا ولحنها نسمعها من أحلى اليوم لحنها وغناها الأستاذ أحمد فتحي والأمين أحلى. نوجه تحية لأحمد فتحي ونسمعها بصوت ماجد. جينا يا أستاذ محمد، الشيء الجميل اليوم في حلقتي أنه معايا أستاذ محمد محمدين أبدعوا. الدخله والخارجيه ها ها ملي تمام منيع مال انا شباب
أتذكره. ما نعم علي الآن؟ إيش هذا الصوت؟ كمان مشتقة. قرب قرب. يلا بسم الله. الله عليكم الله. سمعت عن ساحة عدن؟ لا؟
اذا ما انت عمرك ما تموت يعني عمرك كله ما راح. اعشق تعز. تعشق تعز يعني سافرت عدن؟ سافرت بس قبل فترة. متى؟ قبل الحرب ولا بعد؟ قبل الحرب. قبل الحرب كانت جنة الله على عدن، لكن الان سافرها ما زال ابناء عدن. هؤلاء الناس الطيبين الجميلين الذين يقولون للجميع تعالوا نحن معكم. عدن جميلة، ولهذا اقول لك فاتك عمرك كله. لو انت شي تعين روح عيد لك عند ساحل ابيان في الدمور، روح هذه الاماكن الجميلة، الناس البسطاء، عدن الجميلة. يلا سمحنا لو معك لون من عدن. طبعا اوجه تحية لاصحاب عدن، لابناء عدن، لابناء تعز، واقول لهم كل عام وانتم بألف خير. عدن وعلى فكرة عدن وتعز خليط واحد، ما بقدر حد يبعدهم عن بعض. بتسمعكم مبارك، ها؟ عيدكم مبارك، كل عام وانتم بألف خير. بنسمعكم ان شاء الله أغنية خلاص حسك، خلاص حسك تقول لي روح. محمد سعد عبد الله رحمة الله عليه. إذا يلا نسمع خلاص حسك تقول حسك تقول لي روح. يلا ها اقربنا يا ماجد اليوم. محمد سعد عبد الله رحمة الله عليه، نوجه تحية لأهله وكل محبيه، نقول لهم عيدكم مبارك كل عام وانتم.
عسرتك راحة خلص لا تكتب لي ولا تبعت مراسيلي خلص لا تكتب لي ولا تبعت مراسيلي كفاية شوفك لي تغني تحتنا وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. نحن في محافظة تعز تمر بوضع وضع سيء والناس في حالة يعني يأس. أقول للناس لا لليأس، نعم للتفاؤل، نعم للفرح، نعم للسرور. أيوة احنا ماشي نقول احنا ماشي نفرح عيد ماشي نسمع وننطرب، بس نقول لهم عندكم مبارك كل عام وانتم بخير، أطفال يلعبوا، نساء يخرجين لأهاليهم، الأهالي يسلموا على الأهالي، نسمع لنا أغاني حلوة عن العير عن غيره. الآن إيش بتسمعني؟ بسمعكم أغنية تعزية العملاق الطرب لأيوب طارش. إيش هي؟ خذني معك. خذني معك، يلا نسمع خذني معك بس أشتيها بطريقة تعزية. ها؟ من أيوة الله عيدكم مبارك. ها؟ سمعنا ناجد خذني معك. ها؟ لوين بنروح بهذا العيد؟ نروح عند الأهل والأصدقاء. ها؟ احنا في تعز، حتى في تعز الكل نفس العادات والتقاليد. سمعنا يا سيد محمد عبد الملك، اتركنا يا سيد محمد صغري، ما اقبلكم مع خذني معك وايوب.
الكل. ونشكرك أستاذ ماجد، أداء متميز في هذه الأغنية بالذات. ماجد طربنا معك، عيدكم مبارك وعامكم بخير، وعيدكم مبارك أبناء اليمن قاطبة، وأبناء تعز، وأبناء عدن، وكل محافظات الجمهورية. ونقول لكم عيدكم مبارك في هذه الجلسة العيدية الجميلة التي استمعنا إلى ماجد بكثير بكثير من الأنغام التي توزعت ولفت اليمن ككل، فكانت ذات طابع يمني تعزي عدني بامتياز. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.